أبو العروس إنه أهلا وسهلا فيكم ومش عارف إيش وسأل كل الأسئلة. قال أوكي شكرا أعطينا أسبوع نسأل عنك صح مشاكل العادات والتقاليد. قال أوكي فهو طالع هو ولا بيحلح أبو العروس بحكي لو سمحت أطوى أكتب لي اسم صفحتك على الفيسبوك عشان أشيك عليك حقيقة ف يعني بضحك بس حقيقة نفس الشيء لما أي مدير توظيف هلا بطل يروح بدي أعرف أنا لما الناس يقدموا لنا السي في طب السي في لحالك تكفيش تعطيش أي شيء عن الشخص هذا شو بسوي؟ باخذ اسمه بروح بدور عليه باللينكدين وبالفيسبوك وبتويتر وبشوف ايش نوع الخطاب بينه وبين اصحابه هو شاطر ولا هو ممكن يكون لئيم ولا يكون بذيء ولا متعاون تيم بلاير ولا يعني فبعطيني انطباع 100% انطباع خاطئ مش صحيح يعني مش خاطئ غير كامل وغير صائب بس بعطيني شويه انديكيشن ايش عن شويه عن شخصيه الشخص هذا سو هون هاي بعض الفضائح اللي صارت بالعالم هذه البنت معزومه على الهالوين بارتي تبعت العيله تبعتها تبعت الشغل تبعها سوري فمش عارفه شو بدها تلبس راحت حكت اوكي بلبس بوسطن ماراثون بومبينج فيكتيم اني انا ضحيه انفجار بوسطن ماراثون كان يعني اختيار خاطئ بس هذا طلع معها فلبست هذا وراحت شاف المدير حكى لها انت مجنونه شو لبستي حكت له قال لا لا هذي راحت غيرت وجهها بس قبل ما اشوف المدير كان في مصور حالها بسناب شات نزل الانستغرام نزل صورتها قامت الانترنت وقعدت هاجموها وفي ناس حكوا لها انت كيف لابسه هيك شو ما عندك احساس انا ام صاحبي توفت بالماراثون ناس ثانيه صاروا يدوروا على الحساب تبعها شافوا الاي دي تبعها دوروا على عنوانها وين ساكنه وين شغاله اتصلوا على اهلها ددوهم بالقتل اتصل على شغلها هذه حياتها انتهت فهي هلا الرياكشن تبع العالم غير عادل صح الرياكشن تبع صح غير عادل ف وهي اعتذرت ومسحت كل شيء بس كان تو ليت فهو اي شيء احنا بنحطه حتى لو كانت نيتنا صحيحه الناس حيكونوا ظالمين ضدنا ومرات الجهة المقابلة بتكون ناس الجمهور مرات بتكون شركة مرات بتكون حكومة okay. فمثلا اللي صار بدبي لما صار نيو ييرز ولع البرج اثنين تصوروا مع بعض سيلفي وهذا طب احنا عارفين شو جواتهم ايش النية هو بتمسخر ولا هو عادي ما بنعرف شو النية ما بنعرف انا we cannot read ايش جوا الشخص وما في قانون بيحكي ممنوع حدا يتصور سيلفي وراء حريقة إيش قانون بس تم سجنهم طلعوهم بس تم سجنهم فكل إشي حدا بيسويه ممكن to backfire حتى لو إنه ما في قانون unethically could affect you yes انت حكيت الأشياء السلبية ما تحطوها بشكل عام بس مرات بحس إنه الأشياء السلبية بيجي يعني بيجي ممكن مثلا أنا صار عندي bad feedback عن بنك محدد حطيت على الفيسبوك yes. تجربتي انه كان تعاملهم سيء تأخروا علي بالبطاقة كتبت بوست انا كنت معصب فعليا وحطيت هاي اول مشكلة بس انا حسنت بعدين مش مشكلة لانه في ناس تعرف ناس في البنك عملت لهم تاك كانوا كاستمر yes. كير وبعد صحيح اتصل علي متأخر بس اتصل علي بعد 10 ايام انه شو مشكلتك واحنا حابين نعرف وحابين نحلها فحسيت انه انا مش بوست غير شيء شو هلا مش دائما في ناس بيفكروا انه اذا يعني في عندنا مثلا انا ماسك زين جوردن ففي ناس بيقولوا روح طخ عليهم بتويتر بحلوا لك المشكله طب ما هو اوكي بس انا ايش حيعطيني انديكيشن اباوت يو هلا انا شخصيا لما يكون عندي مشكله مع اي براند اول ستيب بسويها اني بتواصل معهم بشكل برايفت اوكي فانا بروح بعتهم على الدي ام لو سمحتوا انا صار عندي المشكله هاي ممكن تحلوها فاذا ما شفت منهم اي رياكشن بروح بابليك حتى بابليك كلماتي لازم تكون موزونه ولازم لانه هذا بيعطي انديكيشن عنك فبيعطي بيرسبشن عنك فمثلا اذا انت رحت كنت منفعله وسبيت عليهم وسويتي فمثلا احكي لك شو بصير تشهير بالضبط هلا هاي القوانين عم تطلع التشهير والقتل عم تطلع هلا بس قبل التشهير بطريقه سلوكيه انت يوم من الايام انت طخيت على البنك هذا حلو يوم من الايام بحكي لك انا شيء واقعي وايش عم بصير
فخلص احنا انا عارف كل الجمهور الاردني، انا عارف هذا سياسي، هذا بطخ، هذا بسب، هذا كويس، هذا اي نو معروف من حسب ادائهم على السوشيال ميديا. سو يوم من الايام ممكن تكوني انت قاعده بدك تجيبي دعم لمبادره معينه ورحتي للبنك هذا، او بدك وظيفه بالبنك ولقيتي حالك قاعده قدام المدير التوظيف هناك. كل هدول حيأثروا على المستقبل، على ديسيجن في المستقبل، قرار مستقبل راح يصير معك بينك وبين البراند هذا، لانك حكيتي عنهم بالطريقه هذه انت اندهنتي انك انت معادي لهم. I'll close it for you. في حدا حكى شيء؟ اوكي، فانا بحكي احكي اللي ببالك وناقشي واحكي لهم عندي مشكله، بس ما تكوني منفعله. يعني there is always different ways of presenting your complaint. فليش انا يحكوا عني هذا بسب علينا، هذا ضدنا، او ليش يحكوا مثلا خلص انا ممكن احكي انا مشكلتي بطريقه بس بدون انفعال، طريقه صحيحه، لانه المهم عندي مش المشكله ولا البنك، المهم عندي انا ايش الناس ياخذوا عني انا انطباع. فلازم دائما احاسب. انا كثير دائما لما كنت ادخل نقاشات أكون منفعل كل مرة، أو أكون منفعل وأمسحها وأحطها وأنزلها، وعارف إني أنا نزلتها وأنا منفعل، لأن أنا conscious إني أنا منفعل. بعد يومين أندم إني كانش لازم أحط الكلمة هذه أو على العبارة، لأنه سمعتي أهم من النقاش اللي كان داير، أو مثلا فهلأ لو تخيني بنزلش ولا إشي وأنا منفعل، لما أنفعل بطفي الكمبيوتر I go offline. لأنه بعد ربع ساعة بالضبط بكتشف إنه ما كان مستحق إني أنا أحكي ولا أسوي ولا. هاي بس نصيحة. شغلة ثانية، هلا إحنا كلنا متواجدين على السوشيال ميديا وبنقضي عليه وقت طويل، وممكن بشكل ترفيهي، شكل مسلي، شكل تعليمي، شكل بروفيشنال، ممكن. وفي ناس بيجي بيحكوا لي أنت بتحكي غلط، إحنا بنحكي اللي بدنا اياه وفريدوم اوف سبيتش واحنا عندنا الحريه، صح ما في مشكله، خلي عندك الحريه، بس زي ما حكيت انا احكي اللي بدك اياه بس اختار المنصه الصحيحه. فالمنصات الببليك اللي هي تويتر انستغرام وفيسبوك انا ما بحكي اللي بدي اياه، لان انا ما بدي هذاك ياخذ عني فكره اني انا من جماعة هدول او انا عندي التفكير هذا. بحبش تو ليبل ماي سيلف، انا ما بحب حدا يسوي لي ليبلينج، انا بحب احكي اللي بدي اياه بس في منصات معينة، في جماعات، في جروبات معينة. بالببليك لا، أنا بحكي بكون بروفيشنال، بحكي شغلات معتدلة، بختار إيش بحكي. فهاي أول قصة. هاي ثاني قصة، هاي تبعت علاقات عامة. كنها قاعدة بالمطار وعم تشرب بيرة ولا مش عارف إيش، وعندها 170 متابع، وهي طالعة بالطيارة قبل ما تطلع حكت نكتة سخيفة عنصرية، 170 متابع فقط عندها، حكت انا رايحه فبين انها سكرانه، مش يعني مش صاحيه. فلما وصلت ل يعني نجنوا العالم كلهم، لما وصلت لجنوب افريقيا كان عندها كنه مش عارف كم 15 مس كول من المدير تبعها، فاتصلت فيه حكى لها يور فايرد، وكمان شي ويل نيفر ورك ان بي ار اجين. اوكي، في كمان خبر كان ما عندي كان فرصه اقراه بس نزل امبارح. وحده تعرفوا اوبر، اوبر عباره عن تاكسي سيرفيس بالعالميه، فوحده دكتوره فريش جرادويت، تعرف الدكتور يعني درس 20 سنه قبل ما صار دكتور، فريش جرادويت دكتوره، تقاتلت مع الاوبر وضربت السياره، كسرت السياره، شي لوست هير ميديكال لايسنس، ما راح تقدر عشان الفيديو هذا ما راح تقدر تمارس الطب بامريكا انيمور عشان سمول فيديو. ف وهون هاي الشغلات السلبيه. هاي وحده عندها برايفت اكاونت على الفيسبوك، مش بابليك، برايفت، بس كل يوم صبح بتوصل ابنها الساعه 10 الصبح، 9 الصبح، 8 الصبح على الحضانه، وترجع على الروضه، بترجع البيت وبتستلمهم، تجيب فنجان قهوه بصير يسب عليهم، هدول حضانه واقع، هدول مش عارف ايش، هدول
كل يوم بتتمزمز عليهم. يوم الأيام ولا ابنها راجع بدري من الحضانة ومعها رسالة، فمدير الحضانة كأنه بيعرف مرته ولا مش عارف إيش عندها على الفيسبوك وبتفرود له كل إشي بتكتبه، فحكي له زهقنا منك ومن بوستاتك ومن ابنك، خدي ابنك مع السلامة. سيريسلي، فمش بس it could affect you, it could affect a family member. آخر شيء، في واحدة عم بتوثق حدث بمؤتمر تقني، فبتحكي التحدث فلاني إجا، المعلومة الفلانية، عم تحكي إيش، بتوثق كل إشي لايف وعلى هاشتاج يعني، فالناس كتير عم بتبعوا الهاشتاج. بس في اثنين وراها عم بتصلبطوا على كل واحدة عم تطلع على الستيج، طلع هاي شو لابسة، طلع هاي مش عارف إيش، طلع هاي، فزهقت أما تلفت الكاميرا وصارت توثق كل إشي بيحكوه. حكت هدول هم بيشتغلوا بآي بي أم، صورتهم حكت جماعة الآي بي أم بيحكوا 1-2-3، جماعة الآي بي أم بيحكوا 1-2-3، فنزلت كل إشي. she got them fired، طردوهم. so مهم إنه ندير بالنا وحذرين كل إشي بنكتبه، مش لناس، مش أنا بحكي مش عشان الناس، عشانكم أنتم، عشان ما حدا to label you اللي يأخذ عنك انطباع خاطئ. طيب أهم شيء بالفيسبوك إيش؟ أهم شيء بالسوشيال ميديا هو الفيسبوك. الفيسبوك عبارة عن حوت المنصات الاجتماعية، وفي بعض البلدان بكون أحسن من بعضها. فمثلا الحمد لله بفلسطين بالأردن البنتريشن على الفيسبوك عالي جدا. فقديش عندنا مستخدمي فيسبوك بفلسطين؟ 1,800,000، وعندنا استخدام عالي. فأكبر منصة موجودة بفلسطين هي الفيسبوك. لينكدين، مين هون على لينكدين؟ جود، مهم كل واحد يكون موجود على لينكدين. مش اللينكدين يعني الفيسبوك is all about engagement وتفاعل، اللينكدين هو عبارة عن تواجد صحيح، فلازم يكون متواجد على لينكدين. مش بس وين اشتغلت وين درست، وين اشتغلت وشو سويت وايش البروجكت سويتها، برزنتيشن فيديو ارفعها، اوكي. فلازم يكون عندي ريتش بروفايل على اللينكدين. مين متواجد على تويتر؟ بشكل كبير، ممتاز. تويتر، المتواجد على تويتر هم ناس مهمين. فيسبوك بهمهم النمبرز، الاعداد، بدهم كل شخص يكون متواجد. تويتر اول ما بدا كان بهمه مين انواع الناس المتواجدين على التويتر. فهلا المتواجدين على تويتر اللي هم صناع القرار والسياسيين والثقافيين، مين كمان؟ مدراء الشركات والمشاهير، صح. ثانك يو. سو اذا بدي اكون، اذا بدي الاقي الناس المؤثرين بروح بدور عليهم بتويتر وبانستغرام اكثر شيء، اوكي، لانه سهل انك تلاقيهم من هناك. مين موجود على سناب شات؟ سناب شات ارفع، تستحوش استحوش ارفع عليكم معي. سناب شات اخذ السوشيال ميديا تو يعني ستيب فيرذر، انه حكى جماعة السوشيال ميديا عندهم تايم لاين وعندهم ارشيف، فانا هلا بدي اعطي خصوصية للمتابعين وبحكي لهم انه لما تنزلوا، لما تستعملوا سناب شات المحتوى تبعك بيضلوش، بيختفي بعد 24 ساعة. فعلا الكلام هذا يعني طلعوا تطبيقات انه يرشفوا المحتوى لحسابات معينة. فمثلا في تطبيق اسمه موجز، M-O-J-A-Z، تطبيق جيد جدا وإيجابي، بأرشف سنابات ناس كويتيين خليجيين معينين وفي عندهم محتوى قيم جدا. فعلا بالفيسبوك 85% بفلسطين بيحكوا بالعربي. سو أي شركة أو أي شخص بده يتواصل مع، يكون عنده تواجد صحيح بالفيسبوك بفلسطين، لازم معظم كلامه إذا مش كله يكون بالعربي. طيب أيام زمان كان المحتوى هو فقط متواجد ويملكه البراند،
فالشركة، الراديو، الجريدة، الحكومة، هم الوحيدين عندهم المعلومة. إحنا كنا كإند يوزرز لا حول ولا قوة لنا، ما عندنا لا أدوات ولا عندنا معرفة إنه نعرف إيش نسوي، كنا فقط متلقين للمعلومة. بعدين إجا عصر الإنترنت، صار في أدوات وتكنولوجيا، وصار في فاكس وإيميل وميل، فصار في شوية أخذ وعطى، إنه إحنا صرنا نعرف كيف نحكي مع البراند. كنا نروح مثلا نروح على مطعم ما عجبتنا التجربة، نسأل عن الرقم الإدارة، فاكس الإدارة، إيميل الإدارة، نبعث لهم نحن أجينا ما عجبناش الأكل ولا عجبتنا الخدمة. المشكلة هون كان إنه one to one ما حدش شايف. فإيش بصير؟ المدير مثلا he's in a bad mood، مسك هالفاكس ومزعه ورماه، لا من شاف ولا من دري. هون بتيجي قوة الإعلام الاجتماعي. لأول مرة احنا بنتخاطب مع البراند والكل شايف، فما بقدر يسكتوني. فانا باجي مثلا بسب على البراند هذا، فبنيجي بحكي له اوكي شو مشكلتك، كيف ممكن نساعدك، بحكي لنا شو المشكله بنساعده، ما في اي مشكله. لانه اتس كاستمر سيرفيس بلس بي ار، اتس نوت اونلي كاستمر سيرفيس. هاي واحده. الشغله الثانيه انه احنا ك اند يوزرز لاول مره صرنا منتجين للمحتوى. فمثلا انا هلا بدي اعرف اذا في ثلج ولا ما في ثلج، مش لازم استنى الساعه 8 بالليل الاخبار، لا بفتح التايم لاين تبعي، ألف واحد عم بنزل او بعيد نشر خبر هالموضوع، ألف واحد. فهلا بحكي لك في طلع الصوره واحد لابس كم طويل وكذا وهون شورت، لانه مش عارفين احنا فصمنا في ثلج ولا ما فيش ثلج، في واحد بيحكي ثلج وواحد بيحكي ما فيش ثلج. سو هون مهم جدا هلا هاي المعلومه بسيطه ولكن مهمه جدا. كيف لما انا كبراند، كشركه، كمشروع، كشخص متعود على التسويق التقليدي، انه بجيب الاد وبحطه بالبورد او بحطه بالجريده وخلص ناس بيشتروا، doesn't work، ما بيشتغلش هيك بالسوشيال ميديا. سو اذا باجي بحكي عن حالي بالسوشيال ميديا doesn't work. بس اذا في اشخاص اجوا وحكوا والله رحنا جربنا الفندق الفلاني وبنعطيه ريفيو 4 من 5، الاكل عنده ممتاز، هذه بتعطي بوست هائل للتبعي. فذا كانه ترويج، اللي هو عباره عن word of mouth، اللي هي السمعه والكلمه والتناقل. هاي الword of mouth هي اقوى انواع الترويج، كانت وما زالت. بس على السوشيال ميديا صارت ايش؟ word of mouth بشكل مضخم كثير. فهون بيعطيني تب انه انا لما بدي اروج عن حالي، في انواع كثيره مختلفه من الترويج، في ترويج مادي، ترويج من خلال المحتوى، ترويج من خلال المؤثرين. فهلا في كثير شغلات، وقت عم بحكي لك التقرير تبع 2016 انه الشركات راح spend $11 million a month بالانفلونس ماركتينج. فانا بشوف هلا يعني هذا عم بصير بكل بلد، فلسطين لسه ما صارت، بالاردن ها بدت، انه انا كشركه بدي اعرف مين المؤثرين. فأوكي هذا حسن مؤثر عنا، عنده 5000 على الفيسبوك والفولوورز، عنده نشط جدا، فهذا مؤثر يعتبر عندي بالمجتمع، مهم جدا اني استغله واعرف كيف استخدمه. كيف استخدمه؟ لازم انا كشركه ابني علاقه معه، لازم اعرفه عنا، لازم كيف ايام زمان كان الشركات تبني علاقات مع مدراء التحرير، نعرف عنده جريده فعنده وصول كبير. نفس الشيء حسن عنده وصول كبير، فلازم انا ابني علاقه معه، لازم احطه بخانه الفي اي بيز اللي ببعث لهم هديه كل سنه او ببعث لهم كرت معايده كل سنه، لازم ادعوه عنا ويصير هو يشوف حياتنا وكيف. فمثلا هاي العلاقه اللي ببنيها مع حسن بصير حسن السفير تبعي. اي ليتر اون كود بي انه بشكل يعني اوفيشال، زي مثلا كيف عساف اعتقد سفير الوطنيه، هاي اوفيشال، لانه عساف هو عباره عن مشهور وكذا وكذا. بس لا، نحن بنقدر نبنى دبدي بالمؤثرين، الاشخاص العاديين مش مشاهير، هذول نشطين على منصات الاعلام الاجتماعي، نبدا معهم وبنبني معهم علاقه وبنسوي سم تايب اوف ارينجمنت انه هم هلا بصيروا السفراء تبعنا. يس. في شغله انه اذا حدا بده يسال، حكينا بعد نص ساعه، بتقدروا
مش عندك معنى صح؟ في بس بدي أضيف كم من شغلي إنه عن أهمية السوشيال ميديا على الإعلان. كوكاكولا بطلت تعمل إعلانات تلفزيونية وصارت كل البجت تبعتها تعملها على الإنترنت. كنت بدي أحكي شغلي، أنت حكيت إنه فلسطين عندنا أكثر في عنا ترافيك عالي للفيسبوك يعني، بس للأسف إنه أنا مش بديش أحكم وعمم، بس إنه إحنا أغلبنا إنه في عنا ندخل الفيسبوك، بس إنه حتى الصفحات عنا المحلات كلها عندها الفيسبوك، بس الاستخدام تبعها مش صحيح. عشان هيك بنلاقي الصفحة مثلا هي محل ملابس بتكون بتحط أذكار مثلا أو بتحط فيديوهات فني، أو ما بيكونش الاستخدام تبعهم صحيح 100%. هم أي حدا بفكر إنه أحط صفحة وأحط عليها أشياء مسلية وخلص، مع إنه هو لازم يكون إشي متخصص. بعرفش إذا ممكن تحكي أكثر عن هالموضوع. هلا ما هو هون بدنا شوي نختلف، لأنه إحنا استراتيجية المحتوى مش لازم تكون محتوى البراند فقط، لأنه إذا حطيت محتوى براند يعني هو الآد تبع الجريدة حطيته على الفيسبوك، هذا ما راح يجيب لي أي تفاعل. إحنا بدنا محتوى. فعشان نحكي بالنقطة هذه، هلا أسألكم سؤال. لما أحط الفيسبوك، أحط بوست على الفيسبوك وأنا عندي 1,000,000 معجب، كم شخص حيشوف البوست؟ كم شخص حيوصل لهم البوست؟ كم؟ شكرا. لسه ما بديناش بالتفاعل، وصول أولها، أول ما حطيته وصول، بعدين في تفاعل، بس أول وصول من 1 إلى 8%، ف3% صحيح. أوكي؟ حسب نوع البوست، حسب أي ساعة حطيته، حسب النمبر أوف فانز، شغلات كتير. So عشان أحل المشكلة هذه، لأنه هو الفيسبوك حكى أنا ما راح أفتح لكم الحنفية يا الصفحات، إذا فتحت لكم الحنفية أنت حتملوا التايم لاين كله دعايات وصير زي الجريدة وزي الوسيط. بالضبط، أنسى هسه الدفع، بس إنه إحنا كأند يوزر حننزعج. So الحل للموضوع هذا كيف، هذا اسمه الوصول المجاني أورجانيك ريتش، كيف إنه نكبر نسبة الوصول؟ أول إشي إيش؟ سبونسر، إعلان ممول، هاي أول إشي. ثاني إشي إنه نزيد نسبة التفاعل على البوست، كل ما تفاعل عليه ناس بصير الوصول يكتر. فلما أنا وصل لثلاثة بالمية، أنا واحد من 3% تفاعلت على البوست، بعدين عندي الأصدقاء شافوا التفاعل تبعي، بصير 1, 2, 3 منهم يتفاعلوا، فبكتر الوصول. So I either boosted بدفع، أو إني بسوي محتوى تفاعلي إنه الناس تفاعلوا أكثر. محتوى، فإيش قصدي بالمحتوى التفاعلي؟ إني بغير استراتيجية المحتوى وبقسم أنواع المحتوى إلى 3: براند كونتنت، محتوى يخص، موجود هنا ولا مش موجود هون؟ مش موجود، لحظة شوي. أوكي، سو عشان نخلق محتوى تفاعلي لازم يكون عندنا خطة، إيش نوع المحتوى اللي لازم ننزله. فاستراتيجية المحتوى بتحكي إنه لازم يكون عندك 3 أنواع محتوى: إشي يخص الشركة، إشي يخص قطاع العمل، إشي يخص محتوى اجتماعي. فإشي يخص الشركة اللي هو إيش المنتج أو الخدمة تبعتي، وكمان حتى لو إنه إشي يخص الشركة ما بحكيها بطريقة مباشرة، لازم يكون ترويج بطريقة ستوري تيلينج. فمثلا في عنا إحنا منتج، فبدي أحكي انسوا المنتج. في عنا قصة بالأردن إنه جت فترة سرقة السيارات صار كثيرة، فلما تنسرق سيارتي بروح على الشرطة بحكوا لي خلص استنى كمان بتصلوا فيك بعد يوم يومين. أوكي، بعد يوم يومين بتصلوا فيه بحكوا لك إحنا بسحاب، تعال استلم سيارتك وجيب معك 4,000 ليرة. فبروح وبشتري سيارتي مرة تانية، هي حقها أكثر من بعض، بس يعني إنه هيك. فإيش صار؟ طلع إنه في عصابة ساكنين بسحاب يعني الولدة وهيك، فبسرقوا السيارة وبروحوا ببيعوها للكبير العيلة ولا مش عارف إيش، وهو بيروح ببيعك إياها بالتعال وبيبيعك إياها، فهو بشتريها منهم 1,000, 2,000 وبيبيعك إياها بثلاثة بأربعة، بعرف شو القصة. ولفترة طويلة كان هذا هو الموضوع. فسألت عندي على الفيسبوك، حكيت مين بعرف أو انسرقت سيارته أو بعرف حد انسرق سيارته ويحكي لنا شو صار معه. فإجت تعليقات كثيرة،
انه بحكي لك مثلا واحد انسرقت سيارته وراح هناك اخذ معه 4000 وهم يعني عشائر عرب وكذا شهمين، فمسوي له غدا، مسوي له منسف، دبحين له خروف وكذا، فتفضل تغدى ما رضيش تغدى، هو خايف ما رضيش، قام سحبوا 200 ليرة من 4000 حطوا اياها وحكوا له عشان ما تحكيش انه احنا ما غديناك، خد انه احنا يعني شهمين. هاي اول قصة. ثاني قصة شيلك شكرا. ثاني قصة، واحد استنى راح الشرطة حكوا له خلص بتصلوا فيك، استنى يوم يومين ثلاثة أربعة، أربعة أشهر، ست أشهر، تسعة أشهر، اتصلوا فيه بعد تسعة أشهر بحكوا له أنت وينك؟ قلت لهم أنا هيني. زلمة إنه تسعة أشهر بندور عليك، ليش مش حاط اسمك ورقمك جوا السيارة؟ فهلا حرام بعد ما راح ودفع الأربعة آلاف حاط البزنس كارد تبعه بكل مكان جوا السيارة، إذا سرقت. في واحد انسرقت سيارته، فالأخ تويوتا أخذ سيارة مرته اللكسس وراح يجيب السيارة كله خلي فلوسك خذ التويوتا وعطيني اللكسس. فهاي هي القصص اللي صارت. فأنا بدي أسألكم سؤال، إذا أنا هلأ عطيتكم منتج موبايل آب، وإذا حدا حرك السيارة بدون ما تعرف بوصلك نوتيفيكيشن سيارتك تحركت، وبتشوفها على الجي بي أس وين عم تحرك، وبكبسة زر بتوقفها ما حدا بيقدر يحركها، تشتريها ب 15 دينار بالشهر صح؟ طب ليش you made، شو السبب اللي أنتوا سويتوا القرار الشراء هذا؟ قصة. طيب نرجع هلا back in time، لو أنا جبت المنتج هذا اسمه زين تراك، جبت زين تراك فلاير حطيته على الفيسبوك، زين تراك 15 دينار بالشهر تشتروه؟ ليش؟ هذا اسمه إنه ترويج مباشر تقليدي مباشر. بس هون بيجي انه صح انا بحكي حط محتوى شركة روج للمنتج الخدمة، بس لازم تكون بطريقة مبتكرة بستوري تيلينج so many ways، ما تروح للطريقة التقليدية. الشغل الثاني اللي هو المحتوى في قطاع العمل، لازم تكون قائد فكر ومرجعية للناس في قطاع عملك. كيف؟ إذا أنا 24 ساعة بشوف منتج 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 عندك على الصفحة ما باجي مش راح أتفاعل معه. بس إذا أنا في عندك أنت معلومة جديدة كل يوم عن قطاع العمل مش بالشركة، فإذا أنت مثلا صيدلية كل يوم بتنزل لي معلومة طبية مهمة بطريقة مبتكرة وطريقة حلوة بارت وورك ديزاين براندد، فخلص أنا عجبني بتفاعل معها، I like، بعلق، سوي شير، فأنا باجي عشان المعلومة والفائدة اللي أنت بتعطيني إياها. سو مهم جدا إنه أنت تكون المرجعية للناس للجمهور تبعك في قطاع عملك. في قصة إنه في مثلا في تطبيق اللي هو أداة إدارة منصات إعلام اجتماعي لأكثر من منصة في مكان واحد، فبدل ما تروح على تويتر وفيسبوك لا، في أداة اسمها هوت سويت بسوي مانجمنت لكذا حساب من مكان واحد. فهوت سويت هو عبارة عن شركة عملاقة، طلعت شركة صغيرة منافسة ستارت اب اسمه بفر. بس بفر حكى أنا وين وهوت سويت وين، هدول حيتان مش حقدر عليهم. فإجا دعم مادي بس حكى بدل ما أروج ترويج مادي خليني أروج ترويج آخر، فسوى مدونة عندهم على الويب سايت وصار ينزل يقرأ كل يوم إيش في مقالات تنزل بموضوع الإعلام الاجتماعي اللي هو قطاع العمل تبعهم، وصاروا يكتبوا مقالات مطولة مفيدة في مجال عملهم، وصار يجيهم ترافيك خيالي للموقع بس عشان المعلومة، إحنا جايين عشان المدونة بس. بعدين الناس بيشوفوا طب إيش هو هذا، إيش بفر، طب إيش هاي برودكتس، شو المنتجات، أشوف هذا بسوي إدارة وجدول وشغلات، طب خليني أجربه. سو خلقوا فائدة من موقعهم للناس في مجال عملهم، وهذا هو اللي جاب لهم الترافيك اللي بدهم إياها والمبيعات اللي بدهم إياها. So you also have to be a thought leader in your field. لازم تكون صاحب فكر في مجال عملك، لازم تكون الجريدة اللي بتنزل مقالات وشغلات مفيدة في مجال عملك للناس. آخر شيء اللي هو المحتوى الاجتماعي اللي ممكن يكون سؤال، حكمة، مسابقة، صورة، فيديو.
نكتة شغلة. هلا هون المحتوى الاجتماعي بحر، ممكن يكون سخيف زي اذبح بلال ولا مش عارف ايش يكون زي بلال، او ممكن يكون ريليفنت انه اشي له دخل قريب على البراند تبعك. هون بيجي اختيار ادمن او الكونتنت اديتر انه ايش اختار انواع المحتوى. بس المحتوى الاجتماعي هو اكبر نسبه تفاعل تيجي منه، فانا لازم كل يوم اكون عندي محتوى اجتماعي. هلا السخافه او الجديه بتوقف على الشخص اللي ماسك الصفحه. اوكي نرجع للبراندنج. يس سؤال. ايش لازم تكون نسبه للكونتنت؟ ثانك يو فيري ماتش. 10 20 70 10 20 70 هاد 10 فوق 10 70. يس هاي اجت بكذا مقاله 10 20 70 بس انا ما بحب احط النسب لانه احنا لساتنا مجتمع وحسب نوع الشركه وحسب نوع البراند. فانا بس اخر شيء لازم يكون اكثر شيء. يس فمحتوى الشركه انا بشكل مثلا يومي او اسبوعي محتوى الشركه يكون 10% من المحتوى اللي بنزل اليوم. يعني وحده بس عن البرودكت منتج، بعدين مثلا يمكن تنتين مثلا على المقطع العمل، بعدين يمكن 5 ولا 7 على الاجتماعي. انا بكثر من الاجتماعي لانه طلعوا على الاند ريزلت. شو الاند ريزلت؟ شو الهدف تبعنا احنا؟ خلق محتوى تفاعلي. هذا بجيب تفاعل اكثر شيء، بعدين اللي فوق بجيب اكثر شيء، يعني نص، بعدين هذاك اقل شيء. فانا بكثر من المحتوى اللي بجيب تفاعل اكثر شيء. حسب ما حكيت اول واحد 2 بوستين والاخير 5 والبنص 2 تقريبا، يعني هيك بصير عدد البوستات اكثر من العدد المعين. يعني ما تاخذيش الموضوع بحذافيره قصدي، بس انه اكثر عدد بوستات نحطه. يا الفيسبوك مثلا اوكي، فخليني اسال سؤال انه هاو ماني بوست فور على الفيسبوك، هاو ماني بوست على تويتر؟ بتويتر بيحكوا تقريبا 5 على الاقل، في الفيسبوك بحكي لك من 1 إلى 3 يوميا. واقل شيء 1، اقل شيء 1. وين؟ على الفيسبوك. لا حتى واحد قالهم بيسعوا. لا بالعكس، لاولا لانه احنا شو حكينا، البوست ما بروح للكل، فكل مره بروح لفئه معينه، فما في حدا منزعج منه. اوقات الذروه بنروح على الانسايتس بوست وبنشوف هاي اول ستيب بس مش الاخيره. فاول ستيب بنشوف ايش بيعطينا التول، ثاني ستيب بنسوي لاير ثاني اللي هو الكلتشر، انا ايش الجمهور تبعي، طلاب، موظفي حكومي، موظفي قطاع خاص، ايش نشاطاتهم يوجولي، ايش دواماتهم، في اوف هلا وفي مدرسه، فيش مدرسه، في ويكند، ان جنرال ليله الاربعاء ليله الخميس بكون شوي اكتف اكثر. يس سؤال ثالث. What is the life of a Facebook post؟ ومنه بحدد قديش الفريكوينسي لازم يكونوا بعد عن بعض. مش مهم التوبيك، اللايف تبعت البوست 3 ساعات. خلال بعد 3 ساعات بموت، بطل حد يشوفه. إلا إذا راح فايرل خلاص بضله فايرل. أنا في عندي بوست نزلته عن أكثر الشركات اللي تم شرائها، مش عارف لهلا عم بنعاد له 10 ايام. ها بالضبط، لانه هذا خلص فايرل راح. بس ان جنرال الفيسبوك بوست 3 hours، سو لما بدي احط لي 2 اور 3 بوستات للفيسبوك مينيمم بين كل واحد وواحد 3 ساعات. يس سؤال صعب. اوكي اشتغل على فلسطين اكثر شيء. مين الماجوريتي؟ فلسطين. فهلا مثلا طلع مره في ارتكل بيحكي لك بالبيك اورز تبعونك اللي انت متعود عليهم، ارمي لك وحده سكيدجولد وانت نايم
to target different time zone. وشوف التفاعل تبعها كيف إجا. فأنت عشان جماعة بريطانيا وأمريكا وأستراليا ارمي واحدة after hours بعد الساعة 12 جدولها, وإذا جاب التفاعل قوي خلاص اعتمدها بالجدول تبعك. كبيش؟ من؟ Yes. Good. Good question. Very good question. أنا إنستغرام لا بعرفش مش موجودة هذه. هلا هون بالآدز تبعون الفيسبوك. Should you have Facebook ads للصفحة ولا Facebook ads to boost postات عندك؟ فدائما عندنا هاي الدايلما. عندنا بزين احنا كان اول هدفنا انه نوصل للمليون, فبشهر 12 2014 وصلنا للمليون معجب على صفحتنا على الفيسبوك. من هذاك اليوم لليوم ما دفعتش ولا فلس على الفيسبوك فانز, فبطلت لايكرز. فمهم جدا كل شركه تحكي, كل صفحه تحكي انا بدي اوصل لهدف وأنسب هدف اللي هو 50,000. ليش بحكي 50,000؟ لأنه واحدة من قواعد توثيق الصفحة الخفية الغير معلنة إنه يكون عندهم مينيمم 50,000. فأنا حطيتها براسي إنه خلص 50,000 is a good number, a good target لل SME, small business. فلازم واحد كل واحد يحكي أنا بدي أوصل لهدف معين وأوقف. خمسين ألف خلص بوصل إلى 50,000 then I stop, I will not invest بالفيسبوك لايكرز, بصير أشتغل على أكبر من الريتش. أوكي هلا احكي لك. في بعض الشباب شاطرين دائما بحبوا يسووا لوب هول وحركه فزلكه. شو بسوي؟ بحكي لك انا كبرت الصفحه هذه فيها مليون, وبيروح ببيعك بحكي لك اذا بحط لك بوست عندي ب $50 وانا بضمن لك بجيب لك قديش انت $50 يجوا لي بيجيبوا لك لايكس, انا بضمن لك $50 بيجيبوا لك مش عارف ايش من عندي. فبشتغل على البوست بسوي حركه انه بسوي بوست معين هل يعني انجيجينج سوشيال بوست, وني كليك اون ات بوديك اكشلي على صفحه ولا على شيء تو بروموت يو. فهذا بيكون بروموشن برا سياسه الفيسبوك, ويجوا الفيسبوك اذا ندل عليه او حدا سوى له ريبورت بسكروا له الصفحه. يا اوكي نرجع للبراندنج. ايش؟ يس. سو ايش هو البراندنج؟ المعنى الترجمه اللغويه مش المعنويه. لغويه. ايش يعني البراندنج؟ اللي هو المعنوي. صح. حرق. شو في تاتو؟ وفي حرق. فالبراندنج هو عبارة عن اني انا بعلم عن طريق الحرق الكي على. فايش البراندنج اجا ايام زمان؟ كان مثلا انا عندي قطيع اغنام ولا جمال ولا whatever, وعندي اربعة خمسة هدول معتني فيهم انا وياهم لوكل مع بعض, يعني نوع الأكل تبعهم مش أعشاب, حط لهم كورنفليكس وزيت وزعتر وجبنة نابلسية وشاي وشغلات كتير. هدول معتني فيهم ليش؟ عشان أبيعهم بأغلى من البقية. فكيف بدي أعلم عليهم هدول؟ كيف بدي أفرقهم عن البقية؟ هذا دائما بالحق أمه وهذا بالحق أبوه مش عارف إيش. فبأجي وبكويهم فأي براند ذم عشان أفرقهم عن البقية. فهذا المعنى اللغوي تبع البراندينج. So, إذا كلياتنا إحنا عبارة عن user names, إحنا we are all online users. إيش بدي يفرقنا عن غيرنا؟
فأنا كيف بدي أعرف أنك أنت مختلف عن غيرك؟ أنا عندي فيسبوك، عندي فيسبوك فريندز، ما راح أتذكر كل أسميهم ولا كل قصصهم، بس إيش اللي بتذكره؟ محتوى تبعهم. That's why المحتوى تبعنا حتى بشكل شخصي لازم يكون معبر عن الشغف تبعنا. فما يعني احكي صباح الخير ومرحبا وقال ومش عارف ايش ونكتي هون ونكتي هناك وسب على هذا واحكي انه في بكره ثلج وما فيش بكره ثلج ومش عارف ايش والمذيع والممثل وذا فويس، هذا كله انا بسميه جنك فود، عباره عن جنك فود. احكي فيه معلش مش مشكله، بس برضو خلي المحتوى الطاغي يكون معبر عنك. فانا بدي اعرف المحتوى تبعك يكون CPC, CPA, إيش معناتهم و how do you optimize it و كيف ممكن أنت تساعدني بالموضوع هذا. فأنا هنا خلاص صار عندي أنت مرجع للموضوع هذا، كل ما أنا بتذكر أو جتني فرصة شركة هاي بدهم واحد يكون هاي الشاب هنا بساعدكم، أنا بدي لقلي المشروع الشاب هاي هون بساعدكم، أنا مثلا في عندي graphic design بسوي لك تاج، هذول الجماعة بدهم graphic design. شو كل شخص لازم أتذكره أنا من نوعية المحتوى اللي بنشره. فمهم جدا انه نرتقي بالمحتوى طبعا، احنا عشان مش عارفين شو نسوي فنسوي شير والنكت وهاي الشغلات الجنك، بس وانس وي نو ايش بدنا، شو هدفنا، كيف نترجم السكيلز تبعتنا على السوشيال ميديا، ننزل مقالات، نعيد نشر المقالات، نلاقي المصادر الغنيه ونسخرها لنا ولجمهورنا، بنصير احنا مرجعيه للناس في مجال اللي احنا بنحبه. اوكي، مهم جدا نصير ندور على الشغلات هاي. أحسن تعريف للترويج الذاتي، سألت عندي على الفيسبوك وجاوبوا الناس بالتعليقات وأنا جمعت الإجابات حطيتها بإجابة واحدة اللي هي عجبتني أكثر شيء. الترويج الذاتي هو الوصول لمرتبة خبير في مجال معين من خلال القيمة المضافة التي تمتاز بها عن غيرك والتي تستطيع تقديمها باستمرار. مش أنا اليوم بدي أحكي شغلة بعدين خلاص تعبت أختفي من هون لشهر، بصرش ناس معتمدين عليك. عشان تكون مرجعية لازم دائما تكون مستمر في العطاء وتقدم لهم الخدمة هذه. فيش سؤال؟ ما في سؤال؟ أحكي. أنا كمبيوتر إنجينير بس وقت وقت أطول على الفيسبوك يعني حتى لو بين شغل إلا ما أطلع، فبحس إحنا ناس صار في عنا نعرف ننتقد أكثر من الناس اللي أو يعني رأينا بالإيش اللي منشوفه يعني مرات بيكون أحسن من الخبير، ممكن مش شرط يعني، بس إحنا بنحب نفتي بس خلي. طب ماشي، هلا مثلا أنا بلاحظ أحمد خيري العمري شاطر باستخدام السوشيال ميديا، يعني أحمد خيري أنت حكيت كلمة مثلا بروح بشوف مين هالناس المشاهير بالأردن بمصر أبصر إيه، بتواصل معهم مثلا بحكي معهم تلفون، بعدين بتلاقي واحد من مصر بكتب إنه أنهيت مكالمة رائعة مع الرائع مثلا أحمد خيري العمري وبحكي لنا شو حكوا مثلا، بس بتحس إنهم صرت شفت ناس من مصر كثير مؤثرين، واحد من الأردن واحد إنه حكى إنه أنا حكيت مع أحمد خيري العمري، بتعرف شو حكى معه؟ مين هو أحمد خيري العمري؟ كمفكر، كاتب مفكر إسلامي يعني بكتب مشهور عراقي هو، بس انه يعني مفكر وفي له كان برنامج في رمضان وهيك، فبتحس انه شاطر باستخدام انه بيوصل ناس المؤثرين زي اللي انت حكيتها. فبحس المشكله مرات انه الناس اللي اصلا مثلا مشاهير بيعرفوش يستخدموا السوشيال ميديا مزبوط، يعني بعرفش كيف انه هدول الناس هم المهمين، هم لازم يعرفوا هالاشياء. بحس في جاب، في فجوه بين الناس اللي المشاهير وكيف يستخدموا السوشيال ميديا. زي اخر ملاحظه اللي صار في ملكة جمال العالم انه اللي اعلن الغلط يومتها. أيوة. هلا لما صار عيد الميلاد شطب. بس عرف يستخدم السوشيال ميديا لانه لما صار الكريسماس حكى هابي ايستر اللي هو ما حكى هابي ايستر، ثم الناس صاروا يطلعوا عليه بس حطها على صفحته الشخصيه، حتى الناس السوشيال ميديا كتبوا انه اخيرا حدا من المشاهير عرف يستخدم السوشيال ميديا صح. لانه هو يعني هم الناس تخوتوا عليه، بس لما اجى الكريسماس فعلا حط هابي ايستر اللي فانه شغله انه المشاهير اصلا كيف نعلمهم او كيف بعرفش، لازم يكون في ناس مثلا مستشارين لهم. هو جايكي، هو المشاهير، هو موضوع السوشيال ميديا لانه علم جديد فطبخه جديده، ففي بعض الناس طلعوا
معتصم واحد منهم عرفوا كيف يستخدموه كيف يستغلوه. ففي بعض الناس خلص عرفوا أنا هاي لعبتي خلص أنا حلعب فيها. ونوت نسيسري إنه المشاهير حيعرفوا. ففي بعض المشاهير عرفوا زي أحلام علا الفارس. طب معلش أنا أقطع شوي إنه في بالك المشاهير هم نفسهم الماسكين صفحاتهم ولم يعني أحلام هي نفسها. أحلام الملك. مستحيل واحد يكون بهالجفاصة غير أحلام يعني. لا مستحيل. أوكي لا كثير ناس يعني إحنا عم نتأثر ببعض المشاهير. هل إحنا عم نتأثر بصفاتهم الشخصية؟ يعني أنا لما أحب بوست للملكة رانيا مثلاً هل بالك هي اللي بتحطه؟ أوكي لا أنا بحكي لك الملكة رانيا عندها مكتب قد الغرفة هذه وفي فريق قوي جداً ماسكلها مش بس سوشيال ميديا في جماعة السوشيال ميديا اللي هم بترجموا المحتوى بنزلوه بالسوشيال ميديا وفي جماعة الكونتنت والبي آر فهي عندها تيم عالمي. يعني إحنا مش عم نتعرف عليها كشخص عم نتعرف على ناس دايرة دي. بس لا هو أحكي لك شغلة بالضبط هلا بيجيها الأوبشنز هي بتحكي لا هاي ما بدي إياها هاي بدي إياها هاي كويسة خلنا ننزلها يعني فهي she's in charge بس وراها تيم. أوكي طيب شو كنا نحكي؟ حدا سوى جوجل على اسمه؟ كلكم؟ هلا اللي بساعدكم انه اذا عندكم البروفايل تبعكم بالفيسبوك بتويتر بانستغرام بشكل نشط وقوي هو حياخذ المراتب الاولى فكل الفضائح بتنزل لتحت والصفحات الثانيه. انا عندي فضائح كثير اذا بتدوروا على اسمي الصفحه العاشره ولا ال11 ولا كذا بتشوفوا الهواش بيني وبين الناس أيام التدوين الحمد لله هذا كله دفن. كيف المفروض دائما؟ إيش؟ كون أكتف فطلع هنا أول صفحة كلياتها البروفايل تبعونك. هل عندي سؤال؟ طيب يس يعني ممكن يكون هذا الشخص ما شاء الله عليه في الحياة بس مو صفحته فاضية اوكي لما تلتقي معه وتحكي معه بتحكي ما شاء الله انه منجز كثير بحياته في ناس هيك كثير فما دخل انه دائما نربط الانجاز بين فيسبوك وبين الانجاز بالحياة العادية انا اول شيء حكيت اللي بشوف فيه على الفيسبوك مضخم بشكل كبير و not necessary the truth مش يعني مش الحقيقة مرات كتير مرات مش بالحقيقة. تفضل. صباح الخير. صباح النور. أنا بحس إنه إحنا كناس بنستخدم السوشيال ميديا لازم نقطر حالنا بإشي يعني لازم أكون محسوب على جماعة معينة ولازم يكون فكري دائما يكون متجه لهذا الاتجاه فبالتالي ما بتحس انه زي يعني الاجانب مثلا نحكي الامثله اللي حكيتها قبل شوي على الناس اللي خربت وناس تبع وراها لانه كل الناس عم تهتم بهذا الشيء احنا كعرب كمحتوى عربي بحكي دائما في عنا انه انا لازم اكون تحت هدول الجماعه ولازم بس احكي كيف هم بيحكوا ونفتي وكذا لا قبل شوي لما كنت تحكي عن الافتاء ودخلنا موضوع النيات فبالتالي في ناس بتحس انه بتدخل صارت بتدين الناس بعض الناس انه انا هذا الانسان بشك بدينه صرت وبشك بافكاره فاحنا بصراحه انا بحس انه كمجتمع عربي محتاجين زي ما كنا نحكي بشوي برا محتاجين لمانيوال كيف نستخدم السوشيال ميديا محتاجين انه نقرا اول شوي نجيب مانيوال انه انا ما ادخل على السوشيال ميديا اعرف كيف استخدمه بعدين استخدم السوشيال ميديا. شكرا. 5 دقائق لازم ما كانش لازم اقراها. بعد ما في عندنا بريك بعد 5 دقائق سؤال انه احنا قديش منكون قارئين قديش احنا منكون observers يعني في ناس كتير leaders بالسوشيال ميديا لو انت بس رقبتهم مراقبة كيف هم بتصرفوا كتير بتتعلم بدون ما انت لا تقرأ manual ولا حتى تروح على دورة بس تكون شوي عندك حس
مش رقابي اذ هو انه انت شوي عندك افق تشوف وين هاي الناس رايحه بالضبط. بشكل سمبل. انا كنت معك اول شيء بفكر نفس الشيء، بعدين لما رحت اطلع الاجانب شو بيسووا طلع اجانب اوسخ منها. المسبات والعنصريه اللي بيسبوها على شغلات يعني عندهم جهل اكبر منا. اوكي ف فهاي زي ما حكيت هي موضوع انساني، احنا احنا البشر بنفهمش يعني مش عارف. هلا اوكي انه دائما هاي على فكره احنا بناخذها حجه يعني اوكي هن الاجانب في عندهم اشياء اوسخ منا كذا، بس انا بحكي على اي حدا عماله مثلا بتهرب من ناخذ قطاع مثلا مؤسساتي خدماتي كذا لاخره، بيجي بقول لك انه قطعت الخدمه هون. طب انتوا ليش ما بتطلعوا مثلا انه بامريكا مثلا قطعت الخدمه؟ معلم هاي حجه احنا عم نتحججها، نتحجج انه احنا عن جد بدنا حدا يمسكنا انه كيف عم نتعامل على السوشيال ميديا بحجه انه برضه هن عمالهم بيتعاملوا هيك. طب ليش احنا ما نكون نختلف عنهم؟ لا هي هون انا بحكي، انا بحكي انه مش موضوع عربي موضوع اجنبي، بس انا بحكي لك الحل ان جنرال يعني يس ان جنرال، بس الحل هو اليوم. انا اليوم ام جونا شو يو كيف ممكن احنا نستغل المنصات هذه بشكل قوي وايجابي يساعدنا اذا بشكل شخصي او بشكل عملي. فاليوم ان شاء الله هاي التبس لسه ما دخلناش فيها، حنحكي فيها انه هاو تو يوز ات رايت واي. اخر سؤال بعدين بريك. بدي اسال انه الواحد كيف يعمل اكتيف على الفيسبوك؟ مين افضل مش كيف مين الافضل انه بعد ما يصير واحد خبير بمجال معين ولا هو السبب ده في المجال؟ هون السؤال انه يبلش الواحد يعمل اكتيف على الفيسبوك مثلا ينزل بوستات يعمل يشوف استشارات يشوف الهاد. طيب هو خبير في مجال معين يعني بعد ما يكتسب الخبره مع بدي احكي لك سر خطير جدا. اوكي فيش حدا خبير. انا معك فيش حدا خبير انا معك، بس لا انه يكون عنده معلومات على المعلومات اللي عندك اياها 70% من المجال. اثبت لك شغله. اه اللي بيعرف شو معنى سي بي سي يرفع لي ايده. ما قلت لك فانت خبير ولا لا؟ خبير في مجال معين وعندك معلومات كافيه انك تبدا تنشرها، لانه انت بتعتقد انك انت ما عندكش معلومه. لا بس كلمه كلمه واحده هلا اوقف احكي لهم ايش معنى سي بي سي. انت ضفت لناس كبير لناس كتار معلومه مهمه جدا. احكيها احكيها الكوست بير اكشن يعني كوست بير اكشن سي بي سي. سي بي سي سي بي سي بي اي انا بحكي كوست بير اكشن لانه مش في مجال السي بي اي. كوست بير الكوست بير اكشن هي انت دفع مقابل الاكشن، يعني مقابل انت فعل بتفوت على موقع او ويب سايت معين او لاندنج بيج بتعمل بتحط ايميلك بتحط مثلا انه معلوماتك لكذا موقع وانت بتاخذ كوميشن عن هذه المعلومات. فهذا العرض مثلا شركه معينه بتعطيك اياه وانت بتروجه عن طريق المنصات الاعلانيه المختلفه يعني. جود ثانك يو. اوكي شكرا. لا برضه كمان بدي اساله انه واحد كيف بده يوصل هاي المعلومات انه الناس لهلا مش بتعرفش هاي الشغله، فلازم هاي خاصة هذا المجال لازم الناس تكون يعني عندها خبرة على قليلة في الويب سايت في التصميم في هاي الأمور، يعني خبرة متراكمة هاي بهاي الشغلات خبرة متراكمة. يعني لو ما أنا ما فتت في مجال الويب سايت والبدايات والفي بي اي بس أحكي لك شغلة اعتبرك كسباق. احنا موافقين كلياتنا هنا وانت سبقتنا هناك. اوكي فانت بدك تحكي يا جماعة أنا هاي صرت هنا عشان بس أوفر عليكم الطريق من هون لهون بدي احكي لكم كيف وصل خلص احنا ودون نيد كلياتنا وصلنا معك. اوكي واحد ثاني سبقنا بيحكي لنا كيف وصل هناك. ف وات ايفر ليتل انفورميشن عندك اياها لازم تنشرها على اساس غيرك يتعلمها. بالضبط ونفس الشيء كل واحد هذا المجال يعني هذا المجال زيد احكي لك بحق حريه ماليه، يعني لو واحد بيقدر في الشهريه يستغني عن وظيفته اذا بده يشتغل فريلانسر او يشتغل في هالامور بيستغني عن الوظيفه وبيقدر انه ناخذ بريك. كيف مش مشكلة احفظوا الأسئلة بنرجع. شكرا بريك.